يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. الفقره دي بقى فقره مختلفه بس فقره مهمه في كره القدم في مصر. احنا دايما بنهتم بكره القدم بتاعت الرجاله، نفرح بقى بالاهلي ونفرح بالزمالك ومنتخب مصر ومين اللعيب الفلان، ولاعبين يطلعوا ترندات ولاعبين يبقوا ابطال حتى لو ابطال من ورا، بس نفضل نركز مع كره القدم بتاعت الرجاله. لكن كره القدم النسائيه لسه شويه مش مهتمين بيها قوي، بس بدانا بقالنا بتاع سنه كده بنركز قوي مع كره القدم النسائيه، بنشوف نجوم فيها، بنعرف اسماء لاعبين فيها، اسماء مدربين فيها، فمبسوطين جدا بحاله التطور ده في مصر في بلدنا في كره القدم النسائيه. كمان بقى عندنا لاعبين محترفين في اوروبا من كره القدم النسائيه، ودي حاجه برضو مشرفه جدا، بنفرح قوي بمحمد صلاح وتريزيجيه ونني وخلافه. لكن ما نعرفش كمان او بينا نعرف يعني شويتين ثلاثه نجومنا البنات الشاطرين اللي بيشرفونا كمان في الملاعب الأوروبية. طيب عايز أبدأ مع كابتن آيات عبد الخالق. آيات مشرفة ومنورة، مدربة كرة قدم نسائية ولاعبة رائعة سابقة، مشرفة ومنورة، ربنا يخليك. وأيضا إنجي غنام حارسة مرمى نادي أنكونا الإيطالي. أنا قلته صح؟ صح بأمانة. صح صح، منورين الدنيا. شكرا. أخباركم إيه؟ الحمد لله. طيب هسألك آيات الأول، قولي لي كده حالة التطور في كرة القدم النسائية، عرفي الناس احنا الخطوات اللي خدناها او اللي بقى في فرق وبقى في منتخب دلوقتي وبقينا نشوف حاجات في كرة القدم النسائية بقينا فرحانين بيها. انت لعبتي كرة قدم نسائية كانت الدنيا شوية مظلمة، دلوقتي بدأت الأضواء شوية شوية نسبيا على كرة القدم النسائية، انت عشت الفترتين يعني. عشت الفترتين، في الاول كانت فعلا الدنيا مظلمه، ما كانش في حد يعرف اي حاجه خالص عن الكره النسائيه، او في فرق وفي دوري وفي بطولات جمهوريه وفي بطولات ناشئات. دلوقتي الدنيا ابتدت تتعرف، الناس ابتدت تعرف ان في كره قدم نسائيه، بقى عندنا الاعلام ابتدى يهتم لحد ما، يعني مش قوي بس ابتدى ان هو يذيع ماتشات، ابتدت الناس تعرف على مواقع التواصل ان في فرق موجوده عندنا منتخب كويس والحمد لله، وابتدينا نعمل اساس للعبه، ابتدى بقى في منتخبات ناشئات، لعبنا ماتشات وديه كتير ودخلنا بطوله ما وفقناش فيها، بس ابتدينا نتحط على الخريطه ان بقى في منتخبات اول وناشئين. هايل. طيب انت دلوقتي مدربه صح؟ تمام. مدربه مع مين؟ انا دلوقتي حاليا مدربه في فريق بنات، اسم النادي الو ايجيبت. الو ايجيبت. انت لسه معتزله قريب؟ لا انا معتزله من 2016. من 2016 قريب برضه يعني. 4-5 سنين. شكلك صغيره كمان يعني. لسه في انت ممكن تلعبي كوره تاني؟ ممكن، بس هو يعني انا فضلت التدريب احسن، يعني شايفه نفسي. كنت بتلعبي في مركز ايه؟ كنت بلعب باك رايت او باك ليفت. باك رايت او باك ليفت، جامده يعني. تاكلينج وشوت وبتاع، كنت بتعملي عرضيات كويسه؟ يعني بامانه. يعني رجلك اليمين احسن ولا الشمال؟ لا اليمين طبعا. اليمين. الشمال شغاله برضه؟ اه شغاله. شغاله شويه. طيب انجي عامله ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ تمام. ايطاليا بتلعب في ايطاليا، ده احنا لما بيبقى عندنا لعيب كوره بيلعب في ايطاليا بنعمل حفلات يعني، يا فرحتنا وهنانا ان عندنا لعيب كوره كره قدم راجل يعني بيلعب في الدوري الايطالي. انت بتلعبي في ايطاليا دلوقتي حارسه مرمى، بتلعبي مع مين وبدات ازاي تجربتك في ايطاليا دي؟ حصل ايه يعني؟ رحتي ازاي؟ بدات ازاي؟ انا الاول بدات هنا في نادي الصيد، بعد كده كنت معاهم سنتين، بعد كده كنت المفروض ان انا اسافر مع اهلي. اول حاجه دورت عليها كان نادي، لان ده كان حلمي من صغير، لان اخويا كان بيلعب. فاول ما رحت هناك بدات مع نادي، كانت طبعا اللغه كانت صعبه عليا جدا، كانت واجهت حاجات كتير، ما كنتش عارفه اتكلم ولا اتحرك ولا اعمل اي حاجه. واحده واحده لغايه لما لعبت مع اول النادي ده 3 ماتشات، سبته ورحت نادي تاني. والحمد لله بقيت انا الاساسي دلوقتي. الاول ايه الصعوبات اللي انت واجهتيها؟ انت قلتي صعوبات واجهتها مع طبعًا اللغه، ايه بقى اللغه؟ لان البلد اللي انا كنت فيها ما كانتش فيها نفس النادي، فاللي انا اسافر من هنا لهنا وفي السقعه، وكانت معايا مامتي، فكان الموضوع كان صعب جدا. واللغه طبعا خدت مني وقت كتير، بس الحمد لله كانت واحده واحده حاولت ان انا يعني اشغل نفسي، لان كنت لازم اعمل حاجه. مؤخرا بدات او بدا اولياء الامور يخلوا بناتهم يلعبوا كره قدم، زمان كان يقول له مثلا العبوا جمباز، ممكن لو العاب قوه ممكن كاراتيه يعني بالي يعني شويه حاجات كده بعيد عن الكوره. بدات ازاي معاكي الكوره؟ مين اللي كان صاحب الاقتراح ده؟ انت اللي كنت حابه ولا كان اهلك؟ اصل اخويا بيلعب كوره فهو دايما مثل الاعلى، فانا حبيت الموضوع ده جدا. وكمان كان في المحله كانوا بيشوفوا ازاي بنت تلعب كوره. أيوة. كانوا طبعا انتقادات جدا. مش عارف ايه، بس انا الحمد لله ما كنتش بشغل دماغي، لان عيلتي كانت دايما واقفه جنبي، فما كنتش بشغل دماغي بيهم والحمد لله. طيب ايات نفس السؤال، عشان السؤال ده مهم جدا بالنسبه لي، عشان انا بصراحه نفسي اشوف بنات كتير بتلعب كوره يعني.
برضو بداياتك مع الكورة جت ازاي؟ بداياتي مع الكورة جت، انا يعني حد كان شافني وكده وانا بلعب كورة وقال لي انت ليه ما بتلعبيش في نادي، ما كنتش اعرف ان في. لا انت اصلا لعبتي كورة ليه؟ يعني ايه اللي خلاكي تاخدي القرار؟ انا كنت بحبها، بحب الكورة جدا وانا اهلاوية وكنت بتابع النادي الاهلي جدا وبتفرج على ماتشات مع والدي من وانا صغيرة، فكنت يعني ما كنتش اعرف ان في اصلا كرة قدم نسائية في مصر. لما يعني الحد اللي صادفته ده اللي قال لي لازم تلعبي في نادي وكده هو اللي عرفني ان في فرق كره قدم نسائيه في مصر، وابتديت ان انا اروح واسال ووصلت والحمد لله. لعبت في نادي جولدي ولعبت في كايرو اي سي ميلان ولعبت في وادي دجله ولعبت في نادي المؤسسه العماليه واختتمتها بقى في نادي اسمه التنميه سبورت. هايل جدا. وانت يعني انت برضو قلت لي انك روحتي نادي تلعبي فيه كوره. انا بتكلم على الفكره نفسها اللي هو يعني مثلا هي قالت لي انه عشان اخوها فكان مثل اعلى بالنسبه لها فلعبت كوره. انت عشان بتحب الكوره مفهوم، بس لعبت ازاي؟ يعني كنت في البيت مثلا بتلعبي كوره في المدرسه؟ انا كنت بلعب مع اخواتي. انا عندي اخوات ولدين كنت بلعب معاهم دايما. فكانوا كل يعني كان كل اللي شفني وانا بلعب مع اخواتي يقول لي انت بتعرفي تلعبي كوره ليه؟ يعني حاولي تروحي تشوفي ان في نادي يبقى فيه كره قدم نسائيه وتلعبي. فهي جت من هنا كده، وبصراحه والدي شجعني. يعني بقى معايا والدتي كانت بتروح معايا وانا صغيره التمارين، يعني هما الاثنين كانوا بيشجعوني جامد يعني بصراحه. عظيم. طيب ليه بقى يا انجي اخترتي حراسه المرمى؟ يعني ليه مش مركز تاني؟ لا انا حاولت بس ما حبيتهاش زي الجون كده. لان انا طولي كان مساعدني، وكمان ما فيش في مصر كتير حتى اوبارا ما فيش جوان كتير او حراسه المرمى كتير، فانا حبيتها واشتغلت على نفسي لغايه لما بقيت كده الحمد لله. صورك على الشاشه دلوقتي على الهواء مباشره، دي كان مع فريق ايه؟ لا كنا بنلعب ضد ولاد اصلا. كمان. اوكي ضد ولاد بالظبط. طب ما اصل الولاد برضو رجليهم تقيله يعني. لا ما انا كمان بتمرن مع الولاد، يعني انا تمريني مش بنات بس. لان انا يعني مثلا يومين مع النادي بتاعي ويوم مع الفريق الاول بتاع الولاد، عشان اللي انا اتمرن على رجليهم وضرباتهم واللي انا اكون قويه جدا وسريعه، يعني هتبقى الموضوع هيبقى اكيد اصعب. بالظبط. هو ده العادي؟ يعني ده العادي في الكره النسائيه ان ممكن تتدربوا مع اولاد عشان تاخدوا التصويبات القويه والسرعه دي؟ يعني ايه؟ يعني انتوا في العادي في الكره النسائيه ممكن تتدربوا مع اولاد، عشان انت قلتيه دوت انه الناس اللي بتصوب، انا بتكلم على حراس المرمى تحديدا، اكيد الرجاله رجليهم اقوى واسرع طبعاً. يعني فاكيد بتاخدي مهارات اكتر طبعا. ده في العادي بيحصل في اي حته ولا انت اللي عملتي كده من نفسك؟ لا الكابتن هو اللي عمل كده. امال في مصر ما اظنش اللي كان ينفع يعمل كده، او اللي احنا ما ينفعش ندرب مع اولاد هناك. لان انا كنت لازم اللي انا اتدرب، لان الحمد لله رحت منتخب المحافظات كمان، فكنت لازم دايما اشتغل تمارين. منتخب محافظات في ايطاليا بالظبط. يعني ايه بقى منتخب المحافظات في ايطاليا؟ احنا خدي بالك برضو سرحنا شويه في الكوره بتاعت الرجاله، فممكن ما نعرفش اللي بيحصل عند البنات. هناك بيجي في شخص الكابتن بيجي يشوف الماتشات، واللي بيعجبه بياخده المنتخب. ده بيبقى عباره عن محافظات. ودي بنلعب مع كذا محافظه وكده. هايل. كذا طيب. حد بيشوفنا. منتخب مصر دلوقتي يقدر يبقى منافس جيد في البطولات؟ شايفه ان منتخب مصر بقى عنده تكوين كويس؟ شايفه انه في انديه كتير بتضخ لاعبين بنات للمنتخب المصري، ولا احنا لسه برضو العدد محدود؟ هو بص، هو من ناحيه اللاعبات في لاعبات كتير جدا حيك. بس هي اللاعبات دي منتظره اللي يشوفها صح. فيعني اللي بيبص من فوق من اتحاد الكوره لازم يبص صح على البنات، لان في بنات كتير جدا فعلا موهوبه وعندها القدره ان هي تشيل اسم مصر في المنتخب. فانا بتمنى ان يبص على البنات دي كويس جدا وتنضم للمنتخب. انت بتشتغلي موجوده في النادي الاهلي، في اكاديميه في النادي الاهلي، صح كده؟ النادي الاهلي يعني انا دايما كنت بسمع ان النادي الاهلي والزمالك والانديه الجماهيريه الكبيره دي مالهاش قوي شغل في الكره النسائيه. الامور دي مستحدثه، ما كانتش موجوده قبل كده، صح؟ حديثه، صح؟ وفي لاعبات بينضموا للنادي الاهلي مميزات؟ في لاعبات كتير. احنا عندنا حاليا دلوقتي اكتر من 300 لاعبه جوه الاكاديميه. احنا لسه اكاديميه، ان شاء الله يعني السنه الجايه تبتدي نعمل فرق. عندنا مواهب كتير جدا جدا جات لنا، وبنات فعلا تقدر ان هي تخش في الفرقه بتاعه النادي ان شاء الله. وبادئين كمان معانا قاعده، يعني احنا عاملين من اول مواليد 2017. شكرك اهي معانا برضه. فموجوده البنات من اول 2017، دي حاجه كويسه. شكلها مدربه شاطره قوي يا انجي. شكلها مدربه شاطره جدا يعني. بس هي اهي بتلعب مع نادي سيد المحله. نادي سيد المحله. طيب عايز اسالك على الظروف، يعني ايه
يجي لك اولياء امور يقول لك لا انا ما اقدرش بنتي تتدرب كتير او تتاخر، يجي لك اولياء امور يقول لك لا انا ما اقدرش اسيبكم تسافروا معسكرات. اكيد انت عشت ده كلاعبه او كحتى مدربه، بتتعاملوا ازاي مع الظروف دي؟ انا عشت ده كلاعبه لكن حاليا دلوقتي كمدربه الاولياء الامور لا، ابتدى يبقى عندهم فكره عن اللي بناتهم بيعملوه، ان اللي بناتهم حابينه وشايفين ان بناتهم في اللعبه كويسين جدا. فدلوقتي ابتدوا يساعدونا ان هم يخلوا بنتهم لا تطلع معسكر، تطلع تروح التدريب حتى لو هتتاخر، تطلع الماتشات معانا. لا بقى الفكر مختلف جدا عند اولياء الامور دلوقتي. اختلف تماما. لسه مكمل مع ايات وانجي هذا الحوار الممتع جدا المختلف جدا بعد هذا الفاصل، نواصل ان شاء الله. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. انجي هسالك عن مشوارك القادم بقى مع منتخب مصر، في فرصه قريبه لمنتخب مصر؟ حد اتكلم معاكي عن منتخب مصر؟ حد من اتحاد الكوره اتكلم معاكي؟ حد من جهاز المنتخب اتكلم معاكي؟ ولا الوضع عامل ازاي؟ اتكلم معايا كابتن محمد كمال الحمد لله، واول ما نزلت مصر كلمني قال لي في الدكتوره دينا عايزه تشوفك وكده، والحمد لله كانت قابلتني حلو جدا وكان الاضافه حلوه جدا، وقالت لي ان شاء الله ان انا اكون معاهم باذن الله. هتبقى موجوده مع منتخب مصر الفتره ان شاء الله. حابه التجربه دي مع طبعا تحدي حلو. منتخب مصر ده كان حلمي من وانا صغيره، يعني انا مش هاممني منتخب ايطاليا ده خالص قد ما منتخب مصر. انا حلمي ان انا البس تيشيرت منتخب مصر. طب هي كلمت معاكي قالت لك ايه؟ سالتك عن ايه؟ سالتني ان انا لو حابه كنت حابه هنا او هناك الكلام ده، وانت لازم تتمرني كويس وتيجي على نفسك اكتر وتتمرني وكده. تحبي ترجعي تاني تلعبي هنا في مصر؟ دلوقتي في اي فريق؟ مش في اي فريق لان انا مرتبطه بعيلتي لسه. هناك في ايطاليا بالظبط. فهو ده اللي مانع اللي ممكن يخليكي هتيجي هنا، مش حاجه تانية يعني. لا لا مش حاجه تانية. انت بتشجعي مين اصلا؟ الاهلي. بتشجعي الاهلي؟ انتوا الاثنين اهلاويه. الاثنين اهلاويه. طيب هسالك على نقطه مهمه جدا. انتشار اللعبه في القاهره مفهوم ماشي، ممكن في اسكندريه ماشي، هل كرة القدم النسائية بدأت تتطور شوية في الصعيد في منطقة الجنوب في أماكن مختلفة بعيدة عن القاهرة واسكندرية ولا لسه؟ بدأت دلوقتي الصعيد بقى في أكتر من فرقة وفي احنا دلوقتي بقينا ثلاث درجات، التالتة والممتاز بيه والممتاز فوق. ففي الثلاث درجات في فرق، في موجود فرق. أنا فهم إن وادي دجلة هو أكتر فريق منور دلوقتي في كرة القدم النسائية صح؟ على الاقل دلوقتي يعني دلوقتي عشان في فرق تانية دلوقتي طلعت، الجونه والبنك الاهلي. لا في فرق كتير طلعت دلوقتي بقت منافس لوادي دجله. طب ليه الاهلي والزمالك بعيد؟ يعني انا بكلمك على انديه كبيره، تفتكري ليه هم بعيد؟ ليه ما دخلوش القصه؟ الفكره ما كانتش موجوده. يعني الفكره في الاول ما كانتش موجوده، لما دلوقتي الانديه والفرق ابتدت تسمع جامد واللعبه انتشرت جامد جدا، فابتدى هو النادي الاهلي الحمد لله دخل، وان شاء الله باذن الله يعمل حاجه مشرفه ان شاء الله باذن الله. واتمنى برضو ان الزمالك يدخل والاسماعيلي الفرق الكبيره تدخل ان شاء الله باذن الله. طيب الفرق الكبيره اللي في ايطاليا اللي انت ممكن تقولي مثلا ده هدف ان شاء الله اللي انا اروح له؟ اليوفي. انت بتشجع اليوفي اصلا؟ بحبه جدا. مين من لعيبه اليوفي بتحبيهم؟ هما في كتير، وكان انا كان جاي لي عرض كمان من نابولي. هايل. بس للاسف ما كانش ينفع لنا نروح لان كان سني صغير شويه وما كانش ينفع لنا نتحرك، فلان المسافه بعيده جدا ولا انا ازاي انقل حياتي كلها هناك، فللاسف ان انا ما روحتش. نابولي عظيم طبعا. نابولي عظيم جدا طبعا. يعني نلعب في نابولي يعني اي حد يعني طبعا. نابولي عظيم جدا. طيب سؤالي ليكي يخص منتخب مصر من ناحيه او مش منتخب مصر تحديدا، البطولات الافريقيه نفسها يعني كلها، منتخب مصر ملوش مشاركات واضحه او يعني عظيمه في البطولات الافريقيه سواء على مستوى المنتخبات او الانديه. مؤخرا وادي دجله كان في دوري ابطال افريقيا، ناقصنا ايه عشان نبدا نخش البطولات دي وننافس فيها ونبدا نخش بطولات عالميه؟ هو المنتخب كان قعد فتره كده كبيره كان متجمد خالص، ما كانش في اي نشاط. دكتور سحر عبد الحق الفتره اللي مسكت فيها ابتدت ان هي ترجع المنتخبات تاني، وابتدينا ان احنا يبقى في احتكاك بمنتخبات عربيه. الافريقيه بره الاحتكاك ما كانش قوي طبعا، في المنتخبات الافريقيه في احتكاك بيبقى في بطولات باستمرار بيشاركوا فيها، فهتلاقي عندهم المستوى فارق عن المستوى بتاعنا بدنيا وفنيا.
فان شاء الله باذن الله احنا بس ناقص البنات عندنا الاحتكاك بالفرق دي، فطبعا الاحتكاك بيها هيدي الفرق البنات بتاعتنا خبره. فهو ده اللي ناقص، يعني ان احنا يبقى في احتكاكات بره مصر. صحيح. طيب مين اللاعب اللي في مركزك حراسة المرمى سواء مصري او عالمي شايفاه مثل اعلى ليكي وتحبي تبقي شبهه؟ يعني الحضري. الحضري في دايماً. مصر طبعا. عالميا بيفون. بوفون طبعا، انا جاي من ايطاليا جنلويجي بوفون على طول. طبعا حارس عظيم وكبير جدا. وانت كمان مين وانت بتلعبي كنت تحبي تبقي زيه وشايفاه لاعب رائع جدا؟ بص هو مش مركزي بس انا يعني انا بحب جدا جدا كابتن ابو تريكا طبعا. يعني هو ما جاش ومش هيجي زيه تاني في مصر. عالميا عالميا انا كنت بحب فان بيرسي وديفيد بيكهام. الله، اسماء جامده جدا. لكن معايا جيلبرتو سيلفا النهارده، ما حضرتوش انتوا صغيرين على جيلبرتو سيلفا، بس جيلبرتو سيلفا ده كان لاعب عظيم جدا في ارسنال الانجليزي، يعني كان لاعب وسط ملعب رائع. عايز اخدكم شويه بما اننا قاعدين مع بعض قاعده لطيفه لذيذه كده بنتكلم فيها في الكوره، اسالكم على منتخب مصر في كاس الامم الافريقيه، اكيد بتتفرجوا وبتشجعوا، رايك ايه في اداء منتخبنا في البطوله؟ هو دلوقتي يعني انا شايفاه بقى احسن شويه. اتحسن. ايه اللي ما كانش عاجبك؟ حاجات ايه ما تتقالش بصحة؟ حسيت زي بصي ده ما بيتقالش. طيب انت هتقولي حاجات تتقال اهو. هو مش حاجات ما تتقالش، هو هو بس هو مشكله المدير الفني ان هو عنيد شويه. يعني هو عنيد شويه، ممكن يكون مع يعني مع نفسه ومع الجماهير يعني. هو زي مثلا استبعاد أفشة، ده كان حاجه مفاجاه لينا طبعا. ازاي أفشة ما يبقاش موجود في المنتخب؟ بس ففي حاجات كتير يعني المنتخب لا غير اهلاويه بس حاجات كتير يعني. هو بيلعب ايوه، وفي لعيبه كتير بتلعب مش في مراكزها. واحنا اصلا عندنا يعني ما شاء الله عندنا لعيبه كتير، وعندنا الدوري الاحتكاكات بقت كويسه جدا. انت فين اللعيبه دي؟ اللعيبه دي مش موجوده ليه؟ وقعت بالمناسبه يعني بما انه مركزك، يعني ليه ما عندناش باك رايت وباك ليفت في مصر بعدد كبير كافي؟ يعني عايزين نروح للكره النسائيه نشوف حد فيهم باك رايت وباك ليفت، من كتر ما احنا يعني ما بقاش عندنا باك رايت وباك ليفت. هو معظم دلوقتي اي حد بيلعب كوره عايز يبقى محمد صلاح قدام. المكانين دول دلوقتي قلت حاجه ما قالهاش ناس كتير يعني. لا لا، كل اللي بيلعب كوره دلوقتي عايز ابقى انا عايز ابقى محمد صلاح والعب في المكان ده الجناح. اروح الجناح العب محمد بس صلاح. بس هو بالعكس يعني الباك برده حاجه كويسه جدا يعني. لا احنا كان عندنا لعيبه عظماء يعني كابتن سيد عبد الحفيظ واحمد فتحي وياسر رضوان يعني كان عندنا حسن ناس طبعاً كتير ومحمد عماره ناحيه الشمال وسيد معوض واسماء وكابتن ربيع ياسين، اسماء كتير عظيمه كتير. رايك ايه في المستوى اللي بيعمله محمد الشناوي في البطوله؟ بالنسبه لي حلو. حلو جدا، وانا بتعلم منه ثباته الانفعالي، اللي هو انا كجوجون بتوتر جدا. هو بحس اللي هو بيبقى هادي. الثبات الانفعالي ده بيعجبني، حلو. بيساعد كتير كمان في الماتشات. انا ساعات ببقى توتر، بكون توتر بعمل غلطات. هو بحس ان هدوءه بيخليه ثابت واثق من نفسه اكتر. ايه المهارات اللي المفروض تبقى عند حارس المرمى عشان يبقى حارس مرمى كبير؟ انت قلت لي مثلا الحاجات اللي هي حارس المرمى ما ينفعش يتوتر. بالظبط. ايه تاني لازم تكون موجوده عنده؟ اللي هو اللي يكون شخصيته قويه على الفايل قدام عشان يعرف يحركهم. لو هو ضعيف مش عارف مثلا يحرك ده او ده او ده. لازم تكون شخصيتك قويه عشان تحرك الفريق بتاعك، لان انت اللي تبقى ورا فتبقى شايف كل حاجه. كلمتك صحيح. لازم تكون مسموعه. انجي انت شرفتيني ونورتيني. انجي غنام بجد استمتعت جدا بتواجدك معايا النهارده، ودايما موفقه وباذن الله تكسري الدنيا في ايطاليا وتروحي نابولي بقى واليوفي كمان يبقى احسن واحسن ان شاء الله. ايات عبد الخالق حقيقي شرفتيني ونورتيني، وسعيد جدا بتواجدك النهارده، وان شاء الله موفقه كمدربه زي ما كنت موفقه كلاعبه. نورتي الدنيا. ربنا يخليك. يا رب تكونوا استمتعتوا معانا. انا نفسي كره القدم النسائيه تبقى اكبر من كده وتنور اكتر، عشان انا متاكد ان هيبقى ليها متابعين وليها مشجعين زي كره القدم بتاعه الرجاله، بس نزود عليها الاضواء. هم كمان المسؤول يبدا يطور في كره القدم النسائيه بشكل افضل ويعمل على انتشارها بالشكل الكافي. ايات قالت لي انها موجوده دلوقتي كره قدم في الصعيد وفي كل مكان في مصر، ما فيش الحاجات التحفظات اللي كنا بنسمعها زمان. كل الناس دلوقتي حابين ولادهم يلعبوا رياضه، بناتهم يلعبوا رياضه. يا رب الناس كلها تفكر بالطريقه دي ونشوف كره قدم نسائيه متطوره ورائعه في مصر باذن الله. دي كانت حلقتنا النهارده من رقم 10، يا رب تكونوا استمتعتوا معانا واشوفكم يا رب على الفجر.